بعد تفكيك شبكات اللصوص في العاصمة أنجمينا، فر بعض اللصوص الذين تمكنوا من الإفلات وانتشروا في مختلف ولايات البلاد. ومنذ فترة تنشط مجموعة في مدينة مصر حاضرة ولاية بحر الغزال، وتتألف هذه المجموعة من رجل وثلاث سيدات، وقد ألقي القبض عليهم متلبسين بجريمة سرقة ممتلكات إحدى السيدات الخميس الماضي يوم السوق الأسبوعي لمدينة مصر. وقد تدخلت الشرطة الوطنية وعناصر من شرطة البلدية وأوقفوا هؤلاء المتهمين، وتم تقديمهم أمام الصحافة العامة بحضور حاكم ولاية بحر الغزال الجنرال رمضان إردبو وبعض معاونيه. وقد أشاد حاكم الولاية بعناصر الشرطة وأفراد الأمن وشكرهم على عزمهم لتأمين المواطنين وممتلكاتهم.